اهلا وسهلا بكم. الحقيقه يسعدنا احنا اللقاء بكم هذا اليوم. انتم من ضمن النخبه المتميزه، كلكم متميزين ان شاء الله، كل المكتب، كل المنتسبين. نريد اليوم نشوف المتميزين حتى نكرمهم خلال هذا العام، خلال عام 2022، حتى نميزهم عن الاخرين، حتى نقولهم شكرا على عطائكم، رغم هو هذا واجبكم. تميزتوا بأمانتكم، تميزتوا بالتزامكم، كل واحد بالمكتب هو مرآة المكتب، فأريد هذا التميز يعطيكم عامل دفع أكثر بعملكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد الأمين العام المحترم على تكريمه للمتميزين، وتعتبر هذه ضمن إنجازاته، وحقيقة هو هذا التكريم يعتبر دافع معنوي للمنتسب في وزارة الدفاع، ونأمل بأنه نقدم المزيد من العطاء. نشكر السيد الأمين العام سيد جبار ثجيل المطلق على هذه المبادرة المعنوية لدفع الموظفين والمنتسبين لبذل جهود أكبر لخدمة هذه المؤسسة.